لانه خطيبتك مي معانا. مي اهلا بيكي. مي كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانت طيبة. مي كنت مبسوطة بمحمد في المسابقة؟ طبعا مبسوطة بيه في المسابقة وقبل المسابقة وبعد المسابقة وفي كله يعني. هو في المسابقة بس. لا ثواني بس، بعد المسابقة كنت مبسوطة؟ اه يعني مبسوطة بقى انه رجع وكده، وهو اصلا يعني ادى احسن اداء، وهو بالنسبة لي الايدول يعني. ما تضخمش بعد المسابقة بقى والمعجبات والبنات والحاجات دي بلاش نتكلم في الموضوع ده. لا ده واضح انت بتعاني. لا 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 ده احنا لازم نتكلم فيه ونحله على الهوا دلوقتي. واضح ان انت بتعاني يا مي. يعني شوية بسيطة، ساعات باخدها بضحك وهزار، وساعات يعني بقى بتضايق شوية كده يعني، ربنا يستر. مسجات ولا واقعي على طول في الواقع يعني، ولا ايه؟ المعجبات يعني اشكال مختلفة يعني. اه والكومنتات بقى والحاجات دي. لا ده واضح انت مهمومة. لا ما هو يا مي لازم يعني تعودي نفسك انه يعني مع الشهرة اللي بيكتسبها محمد بالتأكيد هيبقى فيه معجبات، بس لازم تتعاملي مع ده بواقعية. بس انا شايفك انت متضايقة جدا. لا والله، هو انا في الاول بصراحه يعني كنت الموضوع بالنسبه لي كان صعب، بس دلوقتي بدات تعودت اخد على الموضوع يعني الحمد لله. وهو الحقيقه مخنوق، شكله مخنوق من ضغطك عليه. لا بالعكس هتذبحني. لا لا انت مخنوق يا محمد. لا طبعا طبعا. لا انت عرفت. انت شكلك يا محمد اعطيني حريتي اطلق يدي، فبتقول لها سيبيني بقى. لا لا هي وقفت جنبي كتير والله. مين اللي في القلب يعني خلاص. انتوا مخطوبين بقالكوا قد ايه يا مي؟ سنه سنه سنه. وقصه حب جامده؟ انا بتكسف. محمد قصه حب قويه؟ اكيد طبعا اكيد اكيد. من قبل ما نتجوز بحوالي 4 5 شهور كده وهي معايا. بس طبعا لما رحت البرنامج كان في كلام تاني بقى. انتوا هتتجوزوا لسه قريب مش كده؟ هنتجوز ان شاء الله قريب. ان شاء الله. وان شاء الله يتم الاحتفاء بكم. بس انا واضح انه مي لسه ما اقلمتش نفسها مع حكايه المعجبات يعني. لا هي بحالات بصراحه التي بدانا يتدفقن عليك بعد. هي بحالات يعني. هي دلوقتي مش عارف هي كويسه ولا لا. هخرج ممكن يكون في رد مي في 5 مي قدامي على طول، فانا باقلم نفسي على الخمسه اللي قدامي دي. لا هي من حقها انها تحافظ على من تحب يعني. طبعا طبعا. لا هي استحملتني كتير وانا بصراحه يعني كنت مقصر معاها، وخاصه وانا في البرنامج طبعا ما كنتش بكلمها زي الاول غصب عني يعني. كانوا بياخدوا مننا التليفونات. صح يا ناس؟ هو ده عشان مش مصدقين. هو والله. وكنت لا بس لو عايز تتكلم يا محمد هتتكلم. لا لما تعمل محاولات لا لا والله خالص ما استاذ. لا هي بس انت فعلا بعد المسابقه بتلاقي اكيد المعجبات. بس أكيد. هل يعني شخصيتك بتتغير زي ما تشوف الافلام الابيض والاسود وبتاع؟ لا 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 والله خالص خالص. هي عارفه لو شخصيتي اتغيرت يبقى انا اكيد مش هنجح يعني، مش هكمل. صح. البساطه انا متربي عليها، اهلي مربيني عليها. انا من منطقه شعبيه وهفضل حاجه تشرفني ان انا بقول كده. بساطه في الغناء، البساطه في التربيه، البساطه في التعامل مع الناس. بابا فرحان جدا لما ناس كمان كبار في الشارع يوقفوني ويسلموا عليا، بتبقى حاجه بالنسبه لي كبيره قوي. ده كويس جدا، لانه الحقيقه النجاح له ثمن يعني. انت أكيد. بتنجح وبتجتهد، فلازم هتلاقي على طول الناس أكيد. تحتفي بيك يعني. بالظبط. اكيد. طيب مي شايفه هنا، انا شايف طبعا الحب بيساهم في النجاح طبعا، فانت عامله الوصفه دي مع محمد. طبعا. بتدي له دفعه معنويه وعاطفيه وقبل ما يدخل المسابقه؟ هو كان بيكلمك قليل اكيد يعني. إيه لسه كنت بقرا مقال كده بيقول انه كثيرا من الحب لحل جميع المشاكل. حلال العقد. حلال العقد.
يعني بقيت احاول استخدم الاسلوب ده عشان فعلا احل كل المشاكل، وبالذات ان هو ده عصبي كمان قوي، مش قوي يعني شويه كده. والله حاله جميله، فكرتونا بالحب اللي اعتقدنا انه انتهى لكن ما انتهاش الحمد لله. لا الحمد لله. الحمد لله. انا بتكلم عن حاله الحب عموما، بعض بيقول خلاص المجتمع تغير تبدل، ما بقاش فيه اللي هي الرومانسيه اللي انا شايفها بينك وبين محمد. محمد كمان مع مي اللي هو الحب ممكن يفيد الفنان؟ اكيد طبعا. ولا ده كلام كتب وكلام؟ لا لا اكيد. اللي هو فكره المبدع يتاثر بالحب؟ لا اكيد. والحب يديله يولد الابداع ولا ده كلام كتب؟ لا لا فعلا الحب بيولد الابداع اكيد، فلما يكون الواحد يعني معاه بني ادم زي مي اكيد يعني ببقى بصراحه يعني اكون مبسوط معاها، ورايح مثلا بروفا ورايح في حلقه او حاجه عندنا، لما بكون متضايق طبعا اكيد ما ببقاش يعني بالبلدي كده متسلطن من اللي بقوله، او الاغنيه مش مديها حقها، عكس وانا مثلا مبسوط وتمام ورايح وهي مشجعاني وشد حيلك وانا معاك وكل يعني لو واخد جرعه عاطفيه بتبقى جرعه الحنان. طيب طب انت ممكن تغني ايه المي وهي معاك على التليفون كده؟ يا سلام. يا أجمل هدية بعتها للقدر ليا، يا قمر في عز لياليا، أوصف لك والله والدنيا، بقيت في عيني حاجة تانية، هواكي قابلته في ثانية، جريت عليه سنين شايفك في أحلامي، بنادي عليك ضميني، ليالي كنت مش عايش ومستنيك تحيني، وحشتيني وحشتيني سنين بعدك على عيني، ليالي كنت مش عايش ومستنيك تحيني. الله. لا يا مي، لا انا لو منك دلوقتي احلق اطير، هيبقى عندك جناحين دلوقتي. انا فعلا كده. مي بتبتسم جدا انا. ده لا وبتدارك سفها في الضحك يعني. لما بتضحك كتير بقى مكسوفه مش عارفه تتكلم. انت بتخبي الكسوف بالضحك. ايوه. فاهم شخصيتك اهو. مي الف مبروك، وان شاء الله نحتفل بيكو في ان محمد بيقول ان شاء الله الزفاف قريبا، هيبقى الحقيقه الفرحه اكثر من فرحه بنجاح محمد، وان شاء الله سيكون نجما في المستقبل. مي الف شكر.